الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: لها أكثر من 18 يوم في النفاس وقد نظفت تماما، فهل تصوم وتصلي ويجوز لزوجها جماعها؟ الحمد لله. وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأحكام النفاس معلقة بوجود الدم الذي يصلح أن يكون نفاسا، فمتى ما كان هذا الدم موجودا فالأحكام موجودة، ومتى ما رأت المرأة الطهر والجفوف الكامل فإن الأحكام بهذا تنقطع. فإذا وجدت العلة وجدت الأحكام، وإذا انتفت العلة انتفت الأحكام. وبناء على ذلك، فإذا رأت المرأة الطهر قبل 40 وكان هو الطهر الكامل فلا صفرة ولا كدرة، فإنها تعتبر في حكم الطاهرات ويرتفع عنها أحكام النفاس، فيجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تبدأ في الصوم، ولا يحرم على زوجها وطؤها، والله أعلم.